تفتكري اديها لمجدة تقراها؟ خليها بالطول ولا بالعرض؟ دلال. نعم. اديها لمجدة تقراها؟ اه طبعا اديها لها، اي حاجه هتيجي منك هتعجبها. هي كده كده هتقراها دلوقتي احسن. فرح لسه مش متعوده ان ماهر يبقى جزء من العيله وكمان يبقى له راي. هشوف. طب دلال انا عايزه الاسوره بتاعتي. اتفضلي. المهم طمنيني على طارق، لسه قلقان برضو من الامتحان؟ اه قلقان قوي، وعنده حق بصراحه، الامتحان صعب. مش الامتحان بس اللي صعب، ده لسه الشغل كمان. انا صاحبي مرشد سياحي على طول بيسافر بره البيت، لدرجه ان جوازته باظت وطلق بسبب كده. بعد الشر عنكم طبعا، ما اقصدش يعني. انا دي هتبقى حياتي لو طارق اتقبل، ولو ما اتقبلش هيستنى سنه عشان يتقبل في امتحان تاني. طب وهنعمل ايه؟ احنا فلوسنا قربت تخلص. فرح حبيبتي اهدي يا ماما، ما تسبقيش الاحداث. اهدى ازاي يا ماما؟ اهدى ازاي والبيت والايجار والمصاريف اللي علينا؟ هنعيش ازاي؟ اتكلموا مع بعض يا ماما، اهدي بس واتكلموا مع بعض انت وطارق بهدوء، ما تشيليش كل حاجه على نفسيتك كده يجرى لك حاجه. المهم انت وطارق ما تتخانقوش. ممكن اعرف انت بتقولي لي كده ليه دلوقتي؟ في ايه يا طارق؟ ما انت اللي قلت لي اقول لك اي حاجه بفكر فيها. يعني انت شايفه ان ده وقت مناسب تقولي فيه اللي انت بتقوليه ده؟ يبقى عندي امتحان كمان كام يوم ومحتاجه اركز عشان اعرف اذاكر، وانت جايه تقولي لي ان الارشاد السياحي هيوترك انت؟ انت عايزاني اعمل لك ايه يا فرح؟ ها؟ اعمل لك ايه؟ أنا آسف. أنا آسف. أنا متوتر شوية يا فرح. حقك عليا. أنا اللي آسفة يا طارق، أنا اللي ما كانش المفروض أتكلم في الموضوع ده أصلاً. لا، لا طبعاً. أنتِ تقولي اللي أنتِ عايزاه. على فكرة أنا اتفقت مع دكتور عندي في المعهد، هاخد معاه كورس مراجعة عشان أهدى كده شوية. حقك عليا.